المشكل اللي كاين فاس ايامات العاديه كتكون 60 درهم فهمتي، حيت الناس راه ضراري ماشي كاين الناس اللي ما عندهمش الله يحسن العام، دابا هما الناس مقطعين ب 2400 هي المراه مسكينه ما عندهاش بالها وهي كتشكى حشومه. هادشي هذا خاص المسؤولين يديروا شي حل لهادشي هذا. قطعت ب 2400 هادشي اللي نقول لك انا يعني راه لا حول ولا قوه الا بالله، ما عرفتش ما فهمناش كيفاش حنا فاس ديما هابطين طالعين ليها فهمتي. الايامات العاديه 60 درهم كتهبط نقدر نهبطها ب 1000 ريال معلوم، ديما كنتصدموا حنا عاد غنتصدموا دابا حنا ديما في العواشر كنتصدموا. اللهم انا هذا منكر درويش اخويا اش نقول لك، المسؤولين هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انا ما عندي ما فهمتي داكشي اللي عندي راه قلت المحطه بقاو فيها الشفاره، النقانه مشاو الاولين بقاو الشفاره، كلشي شفار كلشي نصاب وراسنا عريان. الناس تزيدوا عليها عباده بالاثمنه، الناس خاطر 4000 ريال 100 درهم ما كايناش 100 درهم كاينه 70 درهم، كلشي شفار راه مول كار راه خدام وعاش الملك المسؤول جيب لها خلوش اللي غلى كلشي، غلى الحواله غلى الثومه غلى العطريه غلى المازوط، والدرويش ما عندوش عيد والدرويش حاصل والدرويش ما عندوش فلوس منكوب، هنا فلوس منكوب ما كايناش عند الدرويش، خلوش خرج على البلاد كامله صباريها ولا غلى الملك وبغينا محمد السيد الدخل، الناس ما عيديش واش كاين حوالي 120000 تزيد 400 في البلاصه تمشي عامر وجي خاوي تزيدوا 400 تزيد 40 درهم 400 ها ودي 400 زيد على 400 الدوبل ما كاينش الدوبل بيناتهم هنا 400 اسي ب 1000 ريال تقطو 70 درهم بزوله ب 1000 ريال تقطو 70 درهم 400 اللي كاينه اخي ترونسبور ما كاينش هذا هو المشكل. ترونسبور جينا من القامره 70 درهم في تاكسي ولفنا كنمشيو ب 150 درهم من القامره حتى لهنا حتى للصويره 120 درهم 130 درهم هذه هي القليله وصلت هنايا قال لك 150 درهم حتى للصويره ما فهمتش 150 جينا ب 70 درهم من القامره حتى ولا الزيان مركزه كنمشيو 130 120 درهم ما فهمتش اخويا جينا من القامره جالسين تما من 11 من النهار حتى العصر دابا راه العصر دابا ودن ما كاينش ترونسبور اللي مشيتي عندو البير كيقول لك ما كاينش مسؤول يا خويا راه ما هادشي واقيلا من الفوق ولا ما عارفش القامره زعما داروا زعما المحطه راه داروا جديده ما فهمتش اخويا هادشي ما بقاش في ديكور خص الانسان يتبقى صاحبي ما ترونسبور خلينا صاحبي كثير ما كاينينش وي كلشي غالي اخويا الله يلاه الله وصافي دابا يمشي لاكادير ياك تنمولف نمشي ب 90 درهم ما يمشي نعيط تما منين سول دابا قال لك قالك 7000 ريال 7000 ريال من حنا فين غادي نمشيو؟ غنمشيو تركيا حنا راه حدانا 90 درهم مزيانه 100 درهم حتى 120 درهم او 7000 ريال من فين غادي نمشيو حنا نمشيو للحج؟ الدرويش والو ما يعيش دابا هذه هي الفرصه حاولي ب 6000 درهم وتشد دابا تقطع 7000 ريال قطبان ب 100 درهم شحال يطلع علينا هذا الحولي حنا مليون مليون و200 وحنا خدامين اسيدي خدامين 46000 ريال صافي من 8 ديال الصباح حتى 12 ديال الليل خدامين 48000 ريال باش نعيشوا معك باش غادي نهضر تحرص علي الكلام